أهلا وسهلا بيكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة هو قرارات المجمع المقدس اليوم 27 يونيو. ياريت كلنا قبل ما نسمع فيديو النهاردة نشترك في القناة وندوس على زر الجرس علشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. سفر الجامعة 3:1. في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس صباح السبت 27 يونيو 2020 برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني، ونظرا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من أبروشية إلى أخرى وبمستويات شديدة ومتوسطة وخفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل أبروشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية مراعاة كاملة وشاملة وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة أبروشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقا لقرار مجلس الوزراء. وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي أبروشية، نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقا في مذكرة خاصة. وبالنسبة لكنائس القاهرة والأسكندرية اللي هي إبروشية قداسة البابا، وحيث أنها تشهد ارتفاعا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو ويعاد وقتها تقييم الموقف. وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعدد محدود لا يزيد عن 25 فرد مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم. رسالة معلمنا بولس إلى تسالونيكي الأولى إصحاح 5 عدد 23.